عايز اسالك بقى على حاجه، مريض الاكتئاب فعلا ممكن يتعالج من خلال البوس والاحضان والطبطبه؟ يا خبر ابيض على الموضوع اللي حصل لي. ايه هي فعلا كانت مقاله، بس مقاله حسست الناس بكتير من مشاعر، فبقت في كل حته طبعا يقول لك دكتوره سهى عيد تعالج مرضاها بالاحضان. ماشي تحضني في كل الورده اللي عندك. والناس بتبعت لي بقى، عارفه تبعت لي تقول لي ايه، طب الدكتوره بتحضن بكام ولحد تاني بكام والبوسه بكام؟ يعني ايه ده يا جماعه؟ وراجل يبعت لي انا عايزه اتعالج يا دكتور، انا عايزه اتعالج وبتاع، عيادتك فين؟ بكام؟ ده موضوع جامد قوي. هو انا كتبت الموضوع عن الاحضان والاحتضان. بحس ان احنا كشعب عربي عندنا عجز في المشاعر قوي قوي والله، في العواطف والله قوي، الاحتواء كمان، وعدم التعبير عن جمال مكنوننا. يعني انا بحبك بس ما اقولكيش. طبعا. طب ما تقول لها، طب ما يمكن انت تموت ولا ما تلحق تقول لها برضه، تشوف نفس اولادها كتير. الام يعني تحضن ولادها، لازم الاحضان يا جماعه في حياتنا. الاب يحضن ولاده، ده اللي اتكلمت فيه، اتكلمت ان احنا لازم نحضن بعض. لو صاحبتك مش بتحبيها قوي، لا ما ننساش فاكرين، بس نستعيب. استعيب. يبقى الاب كده واقف ومنشحت كده قدامه، المفروض يحترمه، ازيك يا بابا، كبير يبوس ايده، لكن اول ما يخش له بيبي تعالى تحط بابا، مش لازم قدام الناس، بس بيني وبين ابني وانا قاعد معاه على الاقل، بيني وبين ابوسه كتير، اقول له كلام ايجابي عشان يطلع كويس، اقول له انت ناجح، انت شاطر، انت ذكي، حتى لو انا شايفه مش ذكي. الاحضان مهمه. يعني انا عايزه اقول حاجه، لازم الابن يتحضن كتير. صح. ليه؟ انا بعمل له نوع من المشاعر والاحتواء والحنيه، وخليه لو تعرض لاي صدمه في حياته مش هينتحر، مش هيدمن، حاسس بعاطفه، حاسس بحنيه، اتربى عليها، حاسس ان عنده باك اب عاطفي نفسي، نميت القوه دي. كتير قوي في الندوات والكورسات بتاعتي في ناس بتبقى معجبه بيا قوي، بنات وكده، فبيقول لي يعني بيقولوا لي احنا بنحبك قوي، فبقول لهم لا حبوني احضنوني، فبتحضني تحسيها بتحضنك وهي مقعره كده. ليه؟ مش متعوده. ده حقيقي، وفرحانه قوي انها بتحضنك، بس هي بضمك يا دومك يعني، هي بتعمل كده في تجويف، ومكلبشه الجسم، مكلبش. ايوه يعني دي اول علامه بتقول لي ان هي ما كانتش بتتحضن وهي صغيره. انا عايز اسالك سؤال، الناس بقى اللي ما بتحبش، الناس اللي بتكره انها تتحضن او بوس كتير، لا احنا نفضل بقى نسلم ونبوس ونحضن وكده؟ ما انا عايزه اقول ان بنبوس بس الود الزائد، حتى لو من جوزها او من اختها او من كذا، ما بتحبش تتحضن، ما بتحبش، عندها مشكله نفسيه اكيد، دي مشكله نفسيه. عايزة أقول لان المفروض واحد يسلم، لو انا ما عرفتيش قوي وكده بسلم بالايد فقط، انا بتكلم مش عايزه ابوس الخدود بعيد، انا بتكلم حتى الناس القريبين مني. فاهم؟ يعني مثلا واحده ما بتحبش جوزها يبوسها كتير او يحضنها كتير، او تحبش اختها تبين لها مشاعر كتير، او امها تقول عليه تلزيق بالظبط كده زي ما وصل بتقول. ده معنى ايه؟ بصي، هو حاجه متوازنه شويه، واحد مش هيقعد يحضن صحابه على طول طول النهار طول النهار، بس على الاقل اعبر لهم ان انا بحبهم في اي موقف، الاحتضان، الاحتواء، انا جنبك، فبيفتكر ده. لكن حتة ان انا احضن، عايزة اعبر عن مشاعري انا بالاحتضان من جوه، من قلبي، لصاحبتي، لاختي، لاخويا، لمامتي، لابويا، دي مهمة. بصي هسألك سؤال، في كتاب اتكتب عن اللي هو اللي كل مصر كانت بتقراه، ده اللي هو كتاب اسرار، The Secret.